تراسو الله أكبر 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 سبحانك اللهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كلما أحرموا من الميقات وكلما لب الملبون وزيد في الحسنات. الله أكبر كلما دخلوا فجاج مكة آمنين وكلما طافوا بالبيت الحرام وسعوا بين صفا والمروة ذاكرين الله مكبرين. الله أكبر كلما وقفوا بعرفة
خاضعين مهللين داعين الله أكبر كلما وقفوا بالمشعر الحرام ذاكرين الله الله أكبر كلما رموا لجمرات محلقين رؤوسهم ومقصرين الله أكبر كلما سالت منهم العبرات خاشعين خاشعين لربهم راجين وخافين الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي شرع لعباده عيدا يذكرونه فيه ويشكرونه على فضله وإحسانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يستوي عنده ما في سر العبد وإعلانه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله لتبليغ الحق وتبيانه وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هاجروا وجاهدوا والذين آووا ونصروا وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه العظيم واعلموا أن يومكم هذا هو يوم الحج الأكبر جعله عيدًا لأهل الإسلام يأتي بعد يوم عرفة الذي يؤدي الحجاج فيه ركن الأعظم من أركان الحج كما قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة ويوم عرفة هو يوم العتق من النار يأتق الله فيه من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من المسلمين ممن تقبل الله توبته وصلحت أعماله ونيته تيجين الله ده الله سبحانه وتعالى أكمبك دغاندي كومونداني سلن أيقال الله سبحانه وتعالى فيكم وكين سلن غندي iga kufana salle ke no gonda fasa unta gonda hinsun ta gonkam ma ngaser nanti kam ne sunta ranga na bat abatu nga na na duna ke di ar wal khaman ko ta ranga na ku ta ku tan nga antor na ga ta ke ngalla abane kapalle ma sunta ranga ni awanyaru nano ku nga komen nga gundo be ga komen no gonda ru ke be ga asa hinun sellanga ngaser de nanti muhammad akomen nya na fare nyan allah subhanahu wa taala da khayiti farna gun bangan ni denga aru to ngun ki nya ni denga allah kana ne man nya da nga ra dun gonda saibanu aro kubenu ga horgo ka hina batingra durote nda bari gara duka huk fare nga na dema maulien ko tanga ke dangi halle allah komo akan ko kama gana tunanti allah subhanahu wa taala lengin ko ta ya ko ta ke ba hore nga na dare nga ni ona allah subhanahu wa taala ona fin ko ona laga na ku fa ine ma hore nga ma ona tunanti ke ani ko tanga igara khir nanta ko hijun ko ta hore allah subhanahu wa taala ke ko ta nya salle nya islami nu ndanga ni ko ta ke rini arafa ko ta gana girno nga ni ada battenga akembe gani hijungombon khorenga hijungombon po khorenga gana rafa kota hijano nga kella gana nakini daruya alla faringa alayhi salatu wasallam rakenya kunanti hijunga arafani arafa akenya ni kota bi allah subhanahu wa taala ga komon kanilana ni horo baka imbenga allah subhanahu wa taala komon kanulani horo baka imbenga arafa kota serebe gana sigi arafa birake no gondi gel islamino aro serebe angama sigi no ngana allah subhanahu wa taala gana tubulaga yella lagana nyamudangani arango lungarage arang nyangan nyangarangan nelaga na sirondi ken sabu dangani kota kebe gari ni kahini ken kota yi ken kota gana girno ngani ken kota nya islami undangani sallenga gelli dunata tukumani mesia iben wa hijum biranga baro iben unta hijum biranga isu warage nan kahi kamporo yi ken gondi aro khafare nga gelli junubununga ken mo goy miani aga kahina no gondi gari khafare ndo kamporo yi ben no gondi serebe no ga sigi arafa biran no gondi aro kubinu ga masigi no ngani aro serebe no ga du tintonde nda barne kata Allah subhanahu wa ta'ala hija no ga gelle hadiya nga aro ibenu ga marga hiju nga ikaga le hen lega na ni khursi fal hujaj yarmuna fihi aljamra wa yashra'una fi tahallul min ihramihim wa yaquduna aftafasahum wa yufuna nuzurahum wa yatufuna bil bayt al'atiq wa ahlul amsar yajtami'una ala dhikrillahi wa takbirihi wa yuadduna salata al'id fi jami'i has fi jami'in hasidin wa fi sa'idin wahidin thumma yadhbahuna ba'da dhalika dahyahum وقد أمر الله نبيه أن يجعل شكره على إعطائه الكوثر أن يصلي لربه وينهر هيجانو nga lengi kota ke iwaragene na kochulla gani hita kembere nga igana kochukura igari fita aya gani lengi golumpo khorenga hinuman me yimaka ken nondi ina ko chempita ini ko lela ga inisi ina daga tawafu ndawari baitinga alkaba ya ini ilahiyan laga yani hadiyan laga ini boro ini kursi kembere nga arabatali danga ni kembere nga inira muku namira muku na kunsa kundi inira mumbe ni ganyiro ndi gelle ganni na kullonde gadi idan kembere nga ngarnyo ngai bedo me khibe ganya inira ga inigir ndi na yankhi inira nsirullonde ina tafu nda batali kabay o kubenu ka ga maragano ibenu ga debu khoron no ngondi ga wakka huma nda barna lam fin ko ngi kam malenki na allah subhanahu wa taala fin ko na kabaren ko ina salle nda bar salli khiron salle ina da bar jama khoren no ngondi asuna me dingira bane ngai gnalu ta kenga iniwa iwa ilahi anu laga ini khursi kempalle
Allah subhanahu wa ta'ala nyamar ndi annabi nyimbenga nantiga kininde annabi ya kausara kharenga ana kufande kuru nwarnde kana nyamani kana nsalli ara na uburonde ndabari famin khasaiti hazi al-ayyam al-mubarak zabu lihadi wa lil-hujjaj wa zabu lima adahi lil-muslimina min hujjaj wa ghayrihim awageli lenki gollu be nuga daga na lenki kota ke ida kan tenga ne kenya na lehenun kursado hadiyanga kembre lahi kursin deke nabiyullah ibrahim sunnanya na alayhi salatu wasalam biram be agar waru kuyun nogoni nanti irem meke ina kursi allah subhanahu wa ta'ala aga kuyini kenga nanti irem men kursini aga tuwa golle ke bagandini ya ga kan ne ma allah subhanahu wa ta'ala haraga daga na kursin du hotana riti nanta na kya kursa lemme ke wara kembre nga haqatil lughay ndangani faringa alayhi salatu wasalam ira farentini dalla fare kudde lahi anu manqano dangani di atike lahi akunu ibrahim sunnanya ni iti lahyanu ku ogani da barinte ke manigano danganadi aritam mise sugadi manga nyogome sukar ninte sugada ngaina kon a kontinan dangani hisire nyai itani kembiro ngosuna rato inda bar lenki kota ke ya ono lahyanu lagoni khursi sero sere newe nganda ngani toano goda waranti wajibi nyanan kaman kamma ampiji wamma hijo newe ngamma ga alla balle hen karni salami nyaga nan yugo no gadi sunna nyani idan kembire nga sero sero alla gana yuro nyanda ngana kenda bar anna lahyan khursi lenki kota ke inde suga lahyake haten no gani wasa hananda ngani gelli baraje nga golle ganta di sallen kota nga agalling alla subhanahu wa ta'ala dangani nan koto nal horenjo alla dangani aruna kabare ke ko Allah gana nyango dangan rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adhill al shirka wal mushrikeen wa dammir a'da ad din waj'al hadha al balad amina mutma'inna ruqa'an saha wa sa'ir buldanina ya rabbal alamin wa sallallahu sallim ala nabiyyina muhammad wa ala ali ashabihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin